الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة كتاب بن سعيد البغلاني ثقة ثبت الأمين رواه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد مفخرة المصريين العالم، وهو كان جوادا كريما فقيها محدثا، نعم رواه له الجماعة. عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه، واعتقد حسن الحديث ابو زرعه وثقه هو ابو حاتم. قال عن يعلى بن مملك الحجازي قال سئل ليس بذاك، وان كان ذكر ابن حبان في الثقات، انه سال ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت العله الثلاثه، قالت اني امراه اغار، ليست الغيره داعية للمرأة أن ترفض الزوج أو تقول امتنع عنه، هذا غباء مركب إن كانت المرأة تضيع عليها فضل بسبب الغيرة. خلاص يعني لها ضوابط، قد يوضع لها ضوابط، قد تحترم وتحترم الغيرة أصالة، ولكن أن تضيع عليها الفضل بسبب أنها يعني تغار أو تقتل من أمامها بسبب أن تغار. أم سلمة لما قالت ذلك أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة سديدة، فكانت عاقلة رشيدة. أم المؤمنين، أم المؤمنين هذه أفضل نساء العالمين، أفضل نساء العالمين. فقال لها: أما الغيرة فندعو الله ان يذهب عنك. سيبقى ما كان في الناس على مساله الغيره، موجوده، ما موجوده. وبعدين المساله كلها مش مساله كذب بقى، يعني تكون المراه تقول انا غار فاذا لابد ان اطلق. هذا باطل، هذا سوء خلق من المراه ان تفعل ذلك، لانها وضعت شيء في غير موضعه. لكن شوف ام سلمه قالت لا، هي حد وضعت سدود ثلاثه، لانها لما قالت بالغيره ما قالت من اجل الغيره انا ارفض النبي، لا، قالت لعلي أغار فأتكلم بكلمة فلا يتحملها نبي فيغضب الله لغضب نبي فتهلك أم سلمة. عاقلة رشيدة رضي الله عنها وأرضاها. لكن شوف أيضا من رصانة ما هي فيه ومن عقلها الرشيد، قال لها: أما الغير فندعو الله أن يذهبها. فقبلت، قالت عندي عيال قالهم علي، قالت إني كبيرة السن، قال أنا أكبر منك. فانتهى الأمر. وهذه من لطف ما تراه عقلا ورشدا لأم سلمة. ولذلك رشد ابن أم سلمة ظهر عند صلح الحديبية، قالت تخرج ولا تحدث أحدا وادعو الحلاق. لما فعل ما قالت الجميع فعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذا يبين، هذا أصل أصيل يبين وضع حديث شاورهن وخلفهن، نعم. أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرف تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن، يعني هو حسنه بعض العلماء أن يعلى، يعني على الأقل ذكر ابن حبان في الثقات. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث ليس أصح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث. أريد ماء باردا، ضعف في الثلاجة، نمشي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية ابن صالح. نعم، الليث بن سعد. وين هو؟ أين ما تقرأ؟ قتيبة الليث عن معاوية بن صالح. هذا رواية أخرى؟ نعم، لتحت معاوية بن صالح من الثقات. عن عبد الله بن أبي قيس وهو رجل بصري قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر، من أول الليل أو من آخره؟ فقالت: كل ذلك، قد كان يصنع ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أصر وربما جهر. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا فقه راقي. قلت: فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟
قالت كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحمد لله على هذا العالم النبي الذي كان يقول في كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه التخير أنه من التيسير، قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، وهو حديث صحيح. الحق بأن هذه الأحاديث تبين لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ما يقال لك ذلك إلا لتأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة القراءة وفي غيرها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هي التي حدثت لنا على كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على أيضا الحكمة من كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كان لها فضائل كثيرة، ومن هذه الفضائل هو أنهن يحفظن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبث كل امرأة منهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. قال الله جل في علاه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه دلالات واضحة جدا على أيضا الحكم من كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون قاصرة على هذا، لا تكون قاصرة على هذا. فأم سلمة لما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صلاته قالت: ما لكم ولا صلاتي، هم ما يسألون إلا ليأتسوا، ما يسألون إلا تزداد همتهم، لكن كما قلنا قد يفهمون الأمر على غير وضعه. يعني لما سأل الثلاثة نفر عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أخطأوا في الاجتهاد هنا الآن. فلما قال أحدهم: أنا لا أنام، الليل أقوم ولا أنام، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أتزوج نساء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، فلا غلو ولا جفو. فهم يسألون ليأتسوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ائتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت لهم أنهم كانوا يصلي ثم أنام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما أنام. هذه فيها عدم الغلو، لأن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وهذا أمر يعني قد ظهر من كلام السنة في التوسط، قال: سددوا وقاربوا. وقال النبي صلى الله عليه والله تعالى قال يا النبي: قم الليل إلا قليلا، يعني أيضا لابد أن ينام قليلا في هذا الباب. لذلك عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أنكر عليه السلام أنه يصلي طول الليل، وقال: خير الصلاة صلاة من؟ صلاة داود عليه السلام، وخير الصيام صيام داود عليه السلام، لأن هذا فيه التوسط كما قلنا في هذا الباب، ليبقى على نفسي وعلى بدني: إن لبدنك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا عن قراءة النبي وسلم فيتنعت قراءة النبي. في رواية أخرى غير هذه الرواية قالت: كانت قراءته مدة، فكان يرتل يعني يعطي الحروف حقها ويعطي القراءة بالترتيل على التجويد على ما هو حق له، ولا يكون هزا كهز الشعر. فكانت تقول: كانت قراءته مادة بسم الله، حتى تكون اللفظ أو الكلمة تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرة. فقالت: كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، يعني لا يأكل الحروف كما يفعل الذين يعني يهزون القراءة هزا كهز الشعر. وأما الحديث الثاني فهو أيضا حديث عن عائشة، فيها نفس الأصل بأن عائشة تبص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من أول الليل وآخر الليل بأبي هو أمي، فصلى من أول الليل الوتر وصلى من آخر الليل، وهذه سنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر من أول الليل أو من آخر الليل. قالت: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر بأبي هو أمي. هو الذي قال من قوله ومن فعله، من قوله قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي الصبح فليصلي فليوتر بواحدة. فهذه من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يجهر أم يستسر في الليل، قال: يجهر ويستسر، وهذا أيضا ليؤتس به، لأن السلام مر على أبي بكر فوجده يستسر، ومر على أبي بكر فوجده يجهر، فقال لأبي بكر: لما تستسر؟ قال أسمع من أناجي، أسمع من أناجي. قال العمر: لما تجهر؟ قال أقطع الشيطان والشيطان وأوخذ الوسنان، كل على قدري. فمدح هذا ومدح هذا، لكن جعل الوسطية هي الأصل في هذا الباب لأعلو بالأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر طارة وكان يستسر طارة، وفي الأمر ساعة. والفقيه هنا كان يقول الأمر ساعة، وسأل عنه من السلام على الجنابة، قالت: كان يغتسل طارة ويتوضأ طارة، يعني الأمر ليس على اللزوم والأمر فيه ساعة، فقال: الحمد لله أن الأمر فيه ساعة. نأخذ من ذلك أمر مسألة أخيرة وهي مهمة جدا، ألا وهي بأنه لا أحد يعظم ويؤتسى ويقلد إلا النبي، ردا على المقلدة المذاهب هؤلاء. لا أحد يؤتسى ولا يعظم ولا يوالى عليه ويوالى عليه ولا يقلد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إلا ذلك. قال: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه ف
فانتهوا. لذلك كان الصحابة من أعقل الناس ومن أفقه الناس، هم يأتسون بالنبي فيسألون عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتسون بها. لذلك كان الثوري يقول لا تحركن رأسك أو شعرك إلا بأثر، إلا بأثر، فلا بد أن تأتسي برسول الله. لذلك قال ابن تيمية من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله، من قول رب العالمين أنه قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فلا بد للإنسان أن ينظر، أن يستبصر طريقه على ما قال الله وقال رسول. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، ولا لا ولا جحد الصفات ولا بجحد الصفات ولا فيها خوفا أو حذرا من التأويل أو التشبيه أو من التشبيه والتأويل. فلذلك نقول الأصل في ذلك الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في القراءة مدا أو في القيام نوما وقياما أو في الصيام صياما وفطرا أو في الوتر أولا وآخرا أو أيضا في مسائل العبادات. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. الفوائد المستنبطة من الباب: أولا الرجوع للعالم، هذا أمر واجب، هذا الرجوع للعالم. وهذا يؤخذ من وين؟ أم سلمة، رجوع أم سلمة، رجوع لعائشة. كما أن العبادات توقيفية فالهيئات توقيفية، وقد نقول هيئات جاء الأثر بها فتكون توقيفية، وهيئات لم يأتي الأثر بها فلا تكون توقيفية. الأصل في التشريع التيسير، الأصل في التشريع التيسير. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. التأني في الإجابة، التأني في الإجابة، البيع في المسجد حرام كده، تأني في الإجابة، البيع في المسجد حرام، البيع في المسجد حرام، هذا جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يتاجر في المسجد أو يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. المساجد لم تبنى لذلك. لذلك أنا سأقول أمرا يعني كثير من الإخوة لا تنتبه له: إعلانات العمرة في المساجد هذا بيع وشراء، هذا لا يجوز، لأن الإجارة فرع عن البيع فتأخذ حكم، فهذا لا يجوز. حائط المسجد من الخارج، السور من الخارج ليس من المسجد، لكن من الداخل حريم المسجد لا يجوز، لكن من الخارج ليس من المسجد فيجوز. حائط من خارج المسجد يجوز، لا طالما لأنه له وجهتين، وجهة داخل وجهة خارج، الوجهة الخارجية لا يجوز لأنه ليس بيعا في المسجد. فالإعلانات، هذه الإعلانات بيع وشراء، ما يجوز. ترى بيأتيك بالرزمانة اللي مكتوب فيها الأحاديث فوق بتاعه، وتحت بيعلن على مصنعه اللي بيبيع فيه الثلاجات، هذا كله لا يجوز، هذه التجارة في المسجد. ها هو هذا هو، لا ياخذها طبعا ما يرضاش، لكن هذه إيجار في المسجد فلا تجوز. الحمد لله والصلاه والسلام. يقول السائل: هل العدل واجب على ولاة الامور ام هو فضل منهم؟ العدل واجب على ولاة الامور، العدل واجب على الجميع، فاعدلوا، اعدلوا اقرب للتقوى. قال الله جل في علاه: ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: قال يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تظلموا. واجب عليهم. طب إن أخفقوا، إن ظلموا، إن جاروا، لهم السمع والطاعة وعدم الإفساد، ولا ننزع عدم من طاعة إلا إذا كفروا فهذا أمر آخر، انتهى الموضوع. لا يعلو الكافر على المسلم حال من الأحوال، الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يعلى عليه. قال الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ها؟ ولا يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كان فيه ضعف، المعنى صحيح: الإسلام يعلو ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.